أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي وقال يا قوم لقد أبلغتكم
أبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل
وألقي السحرة ساجدين قالوا السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. صدق الله العظيم.